هل في إقبال من الشباب على الرهبنة في العصر الحالي؟ في إقبال من الشباب على الرهبنة طبعا، ويحبوا يروحوا الدير، بس يعني ممكن أقول لحضرتك من كل 10 عندهم رغبة في الحياة الرهبانية الأديرة بتقبل واحد. يعني الشروط مش سهلة خالص خالص خالص، وبيبقى فيها نوع من الصعوبة الكبيرة يعني في الحياة.